24 ساعة تفصل عن السهرة الختامية لبرنامج دانسينج وذ ستارز، فكيف يتفاعل الشارع مع البرنامج؟ الجواب مع جويس عقيقي. يي شو لك ان دانسينج وذ ذا ستار؟ دانسينج وذ ذا ستارز. 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 على كل شفة ولسان هو، والإجابة عن سؤال شوفي الأحد عشية على الام تي في كانت سهلة، فبرنامج دانسينج وذ ذا ستارز حصد جماهيرية واسعة ومتابعة كثيفة. كتير 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 حلو، منحبه كتير ونبقى ناطرينه كمان. منطره مناطر. كتير مهضوم، كتير حلو. إذا بتقبلوا نحن نشارك فيه بيكون أحلى. شيء جديد بلبنان غير الأغاني. أكيد غير. وعلى الام تي في بيان غير كمان. بعقد. كتير حلو. الام تي في على طول ناجحة. ناجح مليار بالمية. وشجع كتير ناس على انه يكتشفوا موهبة بلبنان او هواية بحبوها ما كانوا عارفين انه هالقد هي لذيذة وحلوة. يعني صارت كل العالم عم تسعى انها تروح ترقص. تفاجأت انه في عنا انتاج هالقد ضخم بلبنان. تفاجأت صراحة. فاجأتوني الشاكوبات. روزاريتا، نايا وندى، ثلاث مشتركات وصلنا الى التصفيات، ولكل واحدة منهن معجبون ومعجبات. روزاريتا. ليه؟ مهضومة، شاطرة، حلوة، وبنتي بتحبها. أنا بحب ندى أبو فرحات. نايا هيك نغشة وكذا. ثلاثة تونو منيح. هو أنا مشي فيهم نايا. أنا مع نايا. ندى أبو فرحات بدي. أنا بحبها لندى. ندى. ثلاثة تون حلوين، ثلاثة تون يربحوا. معلش. ثلاثة تون يربحوا. نايا كتير شاطرة بحسها. النتيجة يحسمها تصويتان، تصويت المشاهدين وتصويت لجنة الحكم، ومساء الأحد ستكون السهرة مشوقة وساحرة مع الفنانة نانسي عجرم، وستشهد السهرة ولادة نجمة راقصة، وسيكون ختامها مسك، لكن النهاية ستكون حتما بداية لموسم جديد، فلقاء النجوم لا يطول على شاشة النجوم. إلى هنا نصل إلى ختام نشاتنا اليوم. أنا؟ معنا يا أنت؟ أنا مع روزاريتا. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعوا أم تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، أم تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء. إلى اللقاء.